تحية لإيطاليا، تحية لإيطاليا وللأسرة البريدية، للأسرة البريدية وتحية لإيطاليا، تحية لإيطاليا وللمرأة البريدية، للمرأة البريدية. عدالة اجتماعية، حرية، كرامة. عدالة اجتماعية، حرية، كرامة. عدالة اجتماعية، حرية، كرامة. عدالة اجتماعية، حرية، كرامة. والإدارة قات علينا، وبالوحدة والتضامن، واللي بغيناه يكون يكون، وبالوحدة والصمود، بالوحدة والصمود. الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك ممثلة في فروعها في الشمال وبتعاظر من الإخوان من جميع ربوع المملكة زارونا هنا في ساحة مولاي المهدي بمدينة تطوان. نعلن عن الوقفة الاحتجاجية الإنذارية للبريديات والبريديين في منطقة الشمال بسبب تماطل الإدارة وتنصلها من اتفاقياتها في الزيادة في الأجور إسوة بباقي القطاعات، وكذلك الخصص المهول في العصور البشري الذي أدى إلى تدني الخدمات. المواطنون يعانون من كثرة الانتظار والمستخدمين منهكون بسبب تراكم العطل السنوية، بالإضافة إلى أن الإدارة تحتضن أشباح ينهكون الكتلة الأجرية للمستخدمات والمستخدمين الذين يتعبون في استحصالها في مواقع الإنتاج. ولهذا الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك تدق ناقوس الخطر وتعلن عن مرحلة افتتاح مجموعة من الحركات الاحتجاجية التصعيدية لتصحيح هذا الوضع القاتم. وشكرا. نثمن هذه المحطة النضالية خصوصا بعد تعسر الحوار مع الإدارة، وخصوصا أن الشغيلة البريدية تعاني من مجموعة من المشاكل على رأسها الخصاص المهول في الموارد البشرية، وكذلك تراكم العطل. وكذلك نناشد الإدارة من خلال هذه المحطة بالنزول إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول من أجل الخروج بحلول جدية. شكرا بعد الإخوان في الجريدة على التغطية ديالهم لهذا الحدث، هذا اللي الهدف منه هو أن هذه المجموعة الإخوان التنسيقي ديال مكاتب فروع جهة الشمال تنتفض ضد واحد النوع من الممارسات السائدة بالنسبة للإدارة الجهوية اللي جرات معهم عدد من الحوارات، ولحد الآن ما وفات حتى شي واحد من الوعود ديالها. اليوم الإخوان قرروا على أنهم يديروا وقفة رمزية وإنذارية فقط باش ينبهوا الإدارة إلى جملة المشاكل اللي ما زالت عالقة ولم تجد طريقها إلى الحل. اليوم حنا باسم المكتب الجامعي حاضرين هنا من أجل أننا ندعموا الإخوان في الوقفة ديالهم باش يمكن تلقى حلول، لأن المطالب ديالهم كما هي معبر عنها في البيان الأخير هي مطالب زعما قابلة للتحقق، مطالب مشروعة، مطالب بسيطة وفي المتناول ديال الإدارة. خاص فقط الإرادة وخاص نوع من المسؤولية والجدية في التعاطي مع هذه المشاكل باش يمكن تتم حلها، لأن الإخوان إيجابيين جدا وكتلقاهم في البيانات ديالهم وفي التعابير ديالهم ضد كل الأشكال ديال الاحتقان، يعني أنهم هما ماشي اللي كينجبوا في السمن ديال الاحتقان، ولكن هما يقلبوا على حلول مرضية لا بالنسبة للإدارة ولا بالنسبة للشغيلة. إخوان إيجابيين جدا، ومن هذا المنبر ديالكم كنحاول على أن ندعو إدارة بريد المغرب جهويا ومركزيا من أجل التدخل باش يمكن تلقى هذه المشاكل هذه اللي كتخبطوا فيها الإخوان طريقها إلى الحل، ويتم يعني رفع منسوب الاحتقان وكل المسببات المؤدية إلى هذا الاحتقان هذا. وشكرا. تحية نضالية. نقف اليوم وقفة احتجاجية، احتجاج على الظلم الواقع على الشغيلة البريدية في غياب توفير العنصر البشري، في غياب سميتو ظروف العمل الجدية، في غياب سميتو جدية تناول إدارة المشاكل ديال الشغيلة البريدية. وكذلك واحد الشيء جد مهم كنتكلموا عليه،
وهو كي اننا بقي ولينا كنطلبوا تقاسم الظلم، تقاسم الظلم ماشي العدل. اللي كيعقل واحد جالس كيتخلص وواحد كيضرب الكور في بهذا المفهوم هذا. لا يعقل واحد كيخدم ساعة ونص جوج ساعات وواحد مطلوب منه يخدم 10 ساعات. هذا كيدل على ان الإدارة البارد المغرب ما ضبطاش شغله، وان كاين محاباة وكاين فساد، ورغم اننا راسلنا ما مر الإدارة في اتجاه وخرجنا بيانات ما مر في اتجاه. النقطة الثانية واللي كنقولوا انه ولا ان الإدارة تغولت حتى على ان ما بقاتش كتبغي تسمع الصوت ديال النقابيين، وما بقاتش تسمع حتى اننا تنقولوا وكوك عباد الله في حوارات في حجر مغلقه، ولات كتنسف حوارات. صور كان عندنا حوار وينسفوه لاول واحد السابقه خطيره في حق ديال الحق ديال حقوق النقابه، الحق اللي هو عالمي وأمامي. يجي رئيس مصلحه ومدير جهوي يعملوا على ناس في حوار وما يسهلوش في موجه. فاذا وصلت الوضعيه الى ما لا يحمد عقباه. فاكثر من ذلك ونعلم الراي العام، نعلم الراي العام وهي نقطه جد خطيره، هو ان الاغلبيه المستخدمين الان يعانون من امراض نفسيه وعصبيه. منهم من يعلن على ذلك ومنهم من لا يعلن. علاش؟ لان عندها عواقب. وهذا الشيء كامل نتيجه الضغط والسياسه الفاشله. نحن انتقلنا من مرحله البريد المخزني، انتقلنا من مرحله الوظيفه العموميه العاديه، انتقلنا الى شركه دوله راس مال الدوله اللي خصها عندها جوج الاهداف. اول حاجه وهي تخدم المواطن وتخدم الدوله، والنقطه الثانيه خصها تحمي كرامه المستخدم وتكون عندها لا جيستيون والتدبير العقلاني الحداثي، ماشي ديال المخزن سمخزنيت ديال الداخليه. واحييكم تحيه نضاليه. اذا تحيه للموقع ديال اليوم 24 على التغطيه ديالو لهاد الوقفه الاحتجاجيه ديال الاخ البريديين والبريديات المنضوينه تحت لواء الجامعه الوطنيه للبريد واللوجيستيك التابعه للاتحاد المغرب الشغل، المنظمه الاتحاد المغرب الشغل. اظن بانه راه سمعتوا من خلال الشعارات اللي كيردوها الاخوه المحتجين ان شعارات كتصب في تحسين الوضعيه ديال 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 المستخدمات والمستخدمين، وكذلك انها كتصب في الاحتجاج على عدم التزام الاداره ديال البريد بنك وعلى التراجع ديالها والتملص ديالها من الالتزامات ديالها السابقه اللي جات عن طريق الحوارات التفاوضيه مع ممثلين النقابيين ديال الجامعه الوطنيه للبريد واللوجيستيك، واللي كذلك ان على الظروف والمعاناه اللي كتعاني الشغيله البريديه اللي هي كتشتغل في هذا القطاع، واللي هي كذلك كاين القله ديال هذيك، وكذلك كاين واحد المجموعه ديال الاشباح اللي هما كيتقاضاو الاجور بدون عمل وبدون ما يقدموا حتى خدمه لهذه المؤسسه ولا للمواطنين ديال البلاد. ولهذا بانه هذه الوقفه احتجاجيه هي بمثابه ناقوس خطر وانذار للشركه الممثلين المسؤولين الاداريين، وانها كاين كذلك واحد البرنامج ديال الاحتجاجات وديال اشكال نضاليه تصاعديه في الحاله ديال استمرار هذا الاحتقان اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هي ذات مؤسسه اللي كتادي خدمه عموميه للمواطنين. وشكرا.